مسامح هلالي ايضا على الهاشتاج. يقول سلطان شكلك ناسي ان في هاشتاج البلاء، والله ما نسيت، تبع العين والراس، ما قريت ولا تغريده لك. وصل صوتي للاداره الهلاليه، ابي مقعدين في الطياره الرابعه في اخر الطياره. الرجل لو مع العفش لا محشوم. ان شاء الله يا مسامح، بس نعذر الايام. ان شاء الله الكل يعني يحضر من خلال التنسيق اللي بيبان ما بين الايام. على فكره مسامح، هذا انت شاكيني عند ابو بدر وليد الفراج صح؟ لقيت رساله من وليد الفراج يقول لي مسامح الهلالي، طلع تغريده. يلا واسطه يا عمي، نستاهل، تستاهل. اسكندر